الحكم ضد الأشخاص بغرامات جزائية أو تعويضات مدنية ملزمون بتعويضها، وفي حال الرفض سيتم خضوعهم لإجراءات ردعية تشمل الحجز على الممتلكات أو الإكراه البدني. شخص إذا صدر ضده حكم بغرامات جزائية أو بتعويضات مدنية، ما عليه إلا أن يخضع لهذا الحكم ويقوم بالتسديد الاختياري، معنى أن يذهب مباشرة لتسديد الغرامات لفائدة الخزينة أو التعويضات لفائدة المتضررين. إذا كان الفرض التبرير الاختياري بإرادته هو، سيكون محل إجراءات ردعية وهي الحجز على الممتلكات أو الإكراه المدني. فإذا صدر ضد هذه الإجراءات، ما عليه أيضا إلا أن يقدم عرض حقيقي للتسديد، سواء تعلق الأمر بالغرامات أو التعويضات. يقدم عرض حقيقي معناه أن يقدم قيمة المبلغ المطلوب للتسديد. بعد الحجز على ممتلكات الأشخاص تحفظيا من قبل القضاء، لا يمكن للأشخاص المحكوم عليهم رفع دعاوى أمام القضاء الاستعجالي لإبطالها باعتبارها مرتبطة بملفات جزائية لم يفصل فيها القضاء. التحفظي اللي تم امام القضاء والملفات ما دامت مطروحه امام القضاء، هذا ما يمكنش رفع دعاوى امام القضاء الاستعجالي من اجل رفع الحجز، لان هذاك الحجز هو حجز تحفظي مرتبط بملفات جزائيه هي قيد هي مطروحه امام القضاء ولم يفصل فيها بعد. هي غرامات يفرضها القضاء على المحكومين عليهم بعقوبات نهائية سالبة للحرية، وغرامات تصب في الخزينة العمومية، أو تعويضات لأفراد مذكورين في الحكم، وفي حال عدم تسديدها يخضع الشخص لعقوبات صارمة تقررها العدالة.